انطلاق استمرار العمل أيام السبت بعدد من المؤسسات العمومية باعتماد التوقيت الإداري الجديد. تصاعد نسب الحوادث القاتلة موضوع يوم دراسي، وخبراء يبحثون في الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهذه الحوادث. تصاعد الهجمات العسكرية في محيط حلب، والأمم المتحدة تصرح بأن السكان في المناطق المحاصرة من المدينة يواجهون أياما قاتمة. نشرة الظهر للأخبار، مرحبا بكم. انطلقت اليوم بعض المؤسسات والإدارات العمومية في العمل بالتوقيت الجديد الذي أعلنته الحكومة، وذلك انطلاقا من الساعة 9 صباحا إلى حدود منتصف النهار. ويشمل هذا الإجراء كلا من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والبريد التونسي والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، إضافة إلى جميع مصالح الحالة المدنية والقبضات المالية ومكاتب العلاقات مع المواطن ومراكز الصحة العمومية. في الشأن البرلماني، استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم مداولاته المخصصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 17 و2000 من خلال النظر في ميزانية مجلس نواب الشعب، وسط موجة استياء عديد النواب من مختلف الأطياف السياسية بسبب تقليص حجم الميزانية إلى 10% مقارنة بميزانية 16 و2000 لتبلغ أكثر من 29 مليون دينار مقابل 32 مليون دينار للسنة الفارطة، وهو ما سينعكس سلبا على أداء المجلس وفق مداخلات النواب، خاصة وأنه لا يلائم ما جاء في الدستور من تنصيص على النظام السياسي البرلماني للبلاد. في موضوع آخر، وبمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور، نظمت صباح اليوم الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات ملتقى إعلامي تم خلاله تدارس سبل الوقاية من حوادث الطرقات. حوادث الطرقات أو ما سمي بآفة حرب الشوارع ظاهرة تفاقمت معدلاتها في السنوات الأخيرة، مسجلة خسائر بشرية ومادية فادحة في تونس، إذ أصبحت الطرقات في كامل أنحاء البلاد تخلف يوميا ما يعادل 4 قتلى جراء الحوادث المرتكبة من قبل مستعمليها. في العائلة عندنا شكون صارت له ديزاكسيدون، معناها زخوة مع بعضهم صارت ديزاكسيدون في الجنوب وتوفاو 2 مساكن، فيها مشكون خلف 2 خلفوا عائلتين معناها وصغار، وموجود الحوادث فما شكون خلفت له عوائق. وليت انه نسمعوا حادث فيه 3 قتلى و 4 قتلى ربما ما عادش تاثر في برشا عباد، يلزم ندق ونقوص الخطر وناكد انه كل يوم فما 4 قتلى على طرقاتنا. العمليه هذه ما يلزمهاش تتواصل وما يلزمناش يتواصل خاصه السكوت عليها خاصه السنوات الاخرى. تقريبا في كل عام يصير بين 150 و200 حادث قاتل، حادث شغل قاتل. في 200 و 150 هذين ثم تقريب 20% منهم يصيروا حوادث مرور في إطار مهمة مهنية. معدلات متفاقمة لحوادث الطرقات في تونس تم تسجيلها نتيجة عوامل عديدة، أبرزها الإفراط في السرعة وتطبيق المجاوزة الممنوعة وعدم احترام إشارات المرور، ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للوقاية من هذه الآفة. وأول سبب في حوادث الطرقات هو سلوك متاع السائق، سواء كان عادي وإلا سائق معناها مهني، من تاكسيات، من لواجات، من كيران، من سيارات عادية، من شاحنات، من غير ذلك. ولهنا المؤسسة عندها دور كبير في الوقاية. المطلوب هو أنه تولي قضية وطنية، أنه تنخرط فيها جميع الوزارات، لأنه وزارة الشؤون الدينية معنية، وزارة التربية معنية، وزارة الصحة معنية، وزارة النقل معنية، جميع الوزارات، جميع الهياكل المعنية. ما يلزمش تكون حكر على الهياكل المرورية القضية هذه، ويلزم الناس كل تخدم فيها من الطفل الصغير باش نأسس العقلية جديدة حتى ونوصل للتقليص الفعلي في الحوادث. هي جملة من الإجراءات بإمكانها أن تحد من حوادث الطرقات تم عرضها بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرقات الذي ينتظم تحت شعار الحق في الحياة أولاً.
عقدت هيئة الحقيقة والكرامة مساء أمس جلسة الاستماع الثانية لشهادات 6 من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك بالاستماع لعدد من الضحايا خلال فترات مختلفة من تاريخ البلاد. شهادات وذكريات قاسية تروي فظاعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لأكثر من 5 عقود، فكانت لحظات أليمة ليست على الذين قدموها أمام هيئة الحقيقة والكرامة، وإنما على الكثير من التونسيين الذين شاهدوها. قلع في الظفر بالكليات، قلع لوزارته، كسر له رجله اليسار، معناه لحمه احنا وقت شفناه لابس شورت وعريان، اللي تي اون سوسيس معناها لحمه معناها مشلطه. جابوه لي في الصندوق وشرطوا عليا ما نحلش الصندوق. واحد مربوط ما نعرفوش فين، نطلع لي لنزق فل الراه. مشاهد تعود بذاكرة التونسي إلى تجاوزات بعضها ظلم تحت سقف العدالة، وأغلبيتها تصليف لشتى أنواع التعذيب داخل زنزانات وزارة الداخلية. إذا لا أمضي على ما يريده ولا أقر بما يريده هددني بأن يغتصب ابني أمامي أو أن يغتصبني أمامه. نحن كان بالسفساري قدامي تمده لي أمي وتقول لي برا مشي للمركز صحة صباح عشية قايلة في الليل كنترول عقب الليل. كيفاش تحبوني؟ بكيت ياسر وتمرمت ياسر ومرمت عائلتي في جرتي. جلسات علنية تم الاستماع خلالها لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان تمهيدا لمصالحة وطنية حقيقية. تونس في الحمام اليوم تتطهر لتخرج في أتم زينتها، متصالحة، متضامنة، متجهة إلى المستقبل في ثقة ويقين. هي عودة إلى سنوات الجمر، لا لشحن القلوب بالأحقاد والاتجاه للثارات، وإنما للتطهر والتنظف. بعد ما نسمع الناس هذا من المفروض وأن نسمع وكذا تصير المسائلة للناس اللي ارتكبوا الجرائم هذه، جي فترة المحاسبة، رد الاعتبار و المصالحة في الأخر. ورغم أهمية هذا الحدث في تاريخ البلاد، فقد انتقد الكثيرون تواصل غياب الرؤساء الثلاث عن جلسات الاستماع العلنية. استثناء معناها واحد فقط، رموز العهد السابق اللي عادوا للحياة السياسية البارح ما حضروش، لم تكن لهم الشجاعة الأدبية للاستماع لضحايا النظام اللي كانوا يخدموا فيه. هذا ومن المنتظر انعقاد جلسات علنية أخرى يومي 17 ديسمبر و14 جانفي للسنة القادمة، وهما تاريخان يرمزان لاندلاع الثورة وهروب بن علي، في انتظار جلسات أخرى مرتقبة يقدم فيها مرتكبو تلك الانتهاكات اعتذاراتهم العلنية. كيفية إرساء استقلالية القضاء بالعالم العربي والعمل على تدعيم ضماناته مسائل يتباحث بشأنها أبناء السلطة القضائية في أولى جلسات فرع المفكرة القانونية بدار المحامي بالعاصمة. وفي أولى جلسات المفكرة القانونية بتونس تم الإقرار بأن السلك القضائي التونسي حقق مكاسب فريدة من نوعها بالعالم العربي ويتمتع بنوع من الاستقلالية رغم مواجهته العديد من الصعوبات. استقلالية القضاء والعمل الصحيح للمؤسسة القضائية هو شرط ضروري للحياة الديمقراطية، خاصة مع تعثر الكثير من المؤسسات السياسية بالعالم العربي من برلمانات إلى حكومات إلى رئاسات. ففي أمل على القضاء أنه يسمح للمواطنين يوصلوا لحقوقهم. مطلوب منا أكثر أن نطرح السؤال حول وعينا الجمعي، قضاة، مواطنين، سلطة سياسية، بضرورة الحفاظ على فكرة استقلال القضاء وبضرورة العمل على إرساء هذه الفكرة وتدعيم ضماناتها. على مدى 3 أيام تواصلت أشغال الندوة الدولية حول الإعلام السمعي والبصري العمومي، أي تحولات لأي مستقبل؟ الاختتام كان بتقديم إعلان تونس نحو انطلاقة جديدة للإعلام السمعي والبصري العمومي وبجملة من التوصيات.
بتقديم إعلان تونس نحو انطلاقة جديدة للإعلام السمعي والبصري العمومي، اختتمت أشغال هذه الندوة الدولية. إعلان عد كاستراتيجية عمل مستقبلية تهدف لمعالجة الإشكاليات المطروحة وسبل الارتقاء بالعمل الإعلامي السمعي والبصري العمومي بصفة خاصة. الغاية متاعو هو يعني التأكيد على مبادئ كبرى التي يجب أن نحترمها: استقلالة الإعلام العمومي، ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لهذا الإعلام العمومي حتى يتمكن من القيام بدوره، توفير التكنولوجيا الجديدة. وإلى جانب إعلان تونس انبثقت عن الندوة جملة من التوصيات والمقترحات، منها تطوير الإطار التشريعي بما يضمن استقلالية وسائل الإعلام السمعية والبصرية من النواحي المالية وكذلك الخط التحريري ومن النأي به عن كل التجاذبات. ضروري أن تكون يعني وسائل الإعلام السمعية والبصرية مواكبة لكل التحولات التي يشهدها القطاع السمعي والبصري من نواحي المضامين وكذلك من نواحي التقنية. هذا وقد أوصى المشاركون في الندوة بضرورة إصلاح الإعلام السمعي والبصري بطريقة تشاركية مع كل المتدخلين في المجال، وأكدوا على أهمية الدور الذي يلعبه الجمهور في تقييم مضامين وسائل الإعلام السمعية والبصرية. عربيا ودوليا، هدنة ب 42 ساعة انطلقت منتصف نهار اليوم في اليمن، وهي الثالثة التي يعلن عنها هذا العام. وحسب وسائل إعلام رسمية فإن التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية يسعى عبر هذه الهدنة بهدف إنهاء صراع تسبب في نزوح الملايين وأثار أزمة إنسانية آخذة في التفاقم. وقد أعلنت جماعة الحوثي التزامها بهذه الهدنة، ويحارب التحالف المقاتلين الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح منذ مارس 15/2000 لإعادة الرئيس المدعوم من المجتمع الدولي عبد ربه منصور هادي إلى السلطة بعدما أطاح به الحوثيون في أواخر 14/2000. وفي مستجدات الوضع في سوريا، قالت الأمم المتحدة اليوم إن السكان في المناطق المحاصرة من مدينة حلب يواجهون لحظة قاتمة جدا. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه هجمات القوات الحكومية السورية وحلفائها لاستعادة المدينة من المسلحين. مع انحسار القتال في مدينة حلب السورية، أين تواصل القوات الحكومية محاولة فرض سيطرتها على المدينة بأكملها، تتفجر في المقابل الأزمة الإنسانية لآلاف السكان المحاصرين هناك. الأمم المتحدة وفي تقييمها للوضع قالت أن السكان في شرق حلب يواجهون لحظة قاتمة جدا في ظل عدم وجود الغذاء والإمدادات الطبية مع اقتراب فصل الشتاء، بالإضافة إلى الهجوم الشرس الذي تشنه القوات السورية وحلفائها. لحظات قاتمة قد تتعمق أكثر مع وصول آلاف العراقيين الفارين من الحرب في بلادهم إلى الحدود الشرقية السورية. وأفادت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن نحو 7000 لاجئ عراقي يقيمون في مخيم الهول للاجئين بالقرب من الحدود العراقية شمال شرق سوريا، بينما ينتظر نحو 1500 عراقي آخر لعبور الحدود باتجاه هذا المخيم الذي يستضيف ما يصل إلى 50,000 شخص. ظروف إنسانية صعبة أرقت العديد من العراقيين الذين يشتكون البرد والخصاصة. نطالب الحكومة المركزية نرجع على عراقنا الحبيب، وهنا كتنا البرد، برد جدا جدا برد. البارح والله الليل ما نملا لا أطفالنا، وعندي طفلة مريضة وعندي طفل معاق. يا ناس يا عالم، ومصرف ما عدنا، فلوس ما عدنا، يعني تتنى الظلام وظلائم. وفي انتظار تحرير مدينة الموصل العراقية لتخفيف حدة الاكتظاظ في هذا المخيم، يبقى الوضع الإنساني حرجا مع اقتراب فتح جبهات أخرى للقتال قادمة في مدينة الرقة السورية. اقتصاديا، تنطلق اليوم قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أبك، والتي تشارك فيها 21 دولة تمثل 60% من التجارة العالمية. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أول الوافدين إلى العاصمة البيروفية ليما في آخر زيارة له إلى الخارج لبحث مستقبل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، خاصة وأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان قد ندد خلال حملته الانتخابية بالاتفاقية
ووصفها بالفظيعة، فيما يعد أوباما من أشد أنصار اتفاقية التبادل الحر الموقعة عام 2015 بعد سنوات من المفاوضات الشاقة. في أخبار الرياضة، يستضيف النجم الساحلي نادي أولمبيك سيدي بوزيد وتلاقي الشبيبة القيروانية اتحاد بنجردان في افتتاح منافسات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى والتي ستقام بعد ظهر اليوم. وفيها أيضا يباري النادي الإفريقي مستقبل المرسى ويواجه مستقبل جابس نادي حمام لمفة. وفي بطولة اسكتلندا لكرة القدم، عزز سيلتيك موقعه في الصدارة بتغلبه على مضيفه كيلمبروك بنتيجة هدف دون رد سجله ستيوارت أرمسترونغ في الدقيقة 44. وفي عالم الكرة الصفراء، حقق الكرواتي مارين سيليش الفوز الأول في بطولة أساتذة كرة المضرب المقامة منافساتها بالعاصمة البريطانية لندن، عندما تفوق على الياباني كيتشيكوري بمجموعتين لمجموعة واحدة، وأنهى سيليش بذلك البطولة في المركز السادس، فيما تأهلت شيكوري رغم هزيمته للدور نصف النهائي لملاقاة الصربي نوفاك جوكوفيتش. في أخبار الثقافة، وفي أحد الفضاءات التشكيلية لوحات امتزجت فيها الألوان والتقنيات لتبرز مهارات النساء المغاربيات في عالم الرسم. لوحات أثثت معرض سمفونية الخريف الذي نظمته جمعية الفنانات المغاربيات. هي ألوان مبعثرة بانسجام في لحظة حزن، ربما لحظة فرح أو تأمل. هي عفوية امرأة، اندفاعها، انشغالها بالحياة. هي ريشة رسامة تعمقت في الوجود، في الموجود، في المعروف والمفقود. هي لوحات أثثت معرض الفنانات المغاربيات. اخترنا باش تكون الأعمال متناسقة ومختلفة في آن واحد، باش كل واحد يشوف نتعلمه من بعضنا. والمعرض هو شنو البيوت نتاعنا، كل واحد عنده تجربته الخاصة، وإحنا باش نزيد ونستفيد من التجربة اللي هو عنده. أنا هنا لأني أعتقد أن الفن لغة مشتركة، وفخور أيضا لأنني سأعرض أعمالي ضمن هذا المعرض. معرض تتقاسم فيه مشاركات التجربة لتشتركن في ولعهم بالرسم، إتقان لاستعمال الريشة لتنسجم الموهبة مع الإبداع. اكتشفت الأكواغيل عندي 4 أو 5 سنين، عجبتني على خاطرك بالتقنية هذه نجمت نعبر على المشاعر وعلى الرغاق، على النظرة متاع اللي بيرسوناج. هذه هو الحاجة اللي أنا نحب نوصل لها خلال اللوحات متاعي. شفنا لوحات تعبر عن أحاسيس، عن دمعة، عن حزن، عن حب. واللوحات هذه قاموا بها فنانات، أنا واحدة من الناس جولي فيليسيت، ونقول اللي غيال مو عندنا طاقات في تونس وعندنا نساء فنانات نفتخروا بهم. وتهدف جمعية الفنانات المغاربيات إلى تعزيز حضور المرأة في المشهد الثقافي والمساهمة في تطوير مجالات إبداعها. على وقع الألوان نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. انطلاق استمرار العمل أيام السبت بعدد من المؤسسات العمومية باعتماد التوقيت الإداري الجديد. ارتفاع نسب الحوادث القاتلة موضوع يوم دراسي، وخبراء يبحثون في الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهذه الحوادث. تصاعد الهجمات العسكرية في محيط حلب، والأمم المتحدة تصرح بأن السكان في المناطق المحاصرة من المدينة يواجهون أياما قاتمة. في الختام لكم منا أجمل تحيات قسم الأخبار، إلى اللقاء.